يعني من شيء 3 أشهر أهالي ناشدونا على الخلايا. طبعا الخلايا التابعة التركية، في خلايا تابعة للإيرانيين. طبعا حاليا الأستاذ أحمد متواجدين هنا لشيل هالخلايا هاي، هي مجرد أشخاص مو أكثر أو أقل، مجرد أشخاص ما يمثلون غير نفسهم بالمنطقة، مدفوعين يعني من قبل الدولة التركية التخريب بهالمنطقة، أو مثلا التخريب عملنا التخريب بهالمنطقة لما تكون عامة. وفي الإيرانيين ذات خلايا يحاولون يجندون، يحاولون يعني يخربون الشغل اللي نحن كنا بيه، الشغل طبعا اللي نجح اكتساب الرأي العام. يعني على هالأساس نحن قاعد نشتغل على طلب الأهالي، طلب الوجهاء، طلب يعني أهالينا قاعد ناشدونا بشكل يومي إنه يشيلوا مجرد هم يعني أولاد، يعني مدفوعين مشان المال، مشان المادة، مو مشان المبدأ، ما أعتقد في مبدأ بالموضوع. هم يعني متجندين من قبل يعني الأغلبية التركية، ضلع الفرات تابعين، يعني في الإيراني كمان، يعني من المجموعات هاي. أما شغل مبدأ أو جايين على عقيدة أو كذا ما أتوقع في من الموضوع هذا. وحاليا احنا مبلشين بالحملة، الحملة الثانية الرد على الإرهاب. طبعا هاي الحملة الثانية من شي شهر بلشنا بحملة بالصحراء تمتد بين نهر الخابور والحدود العراقية، ظلنا فيها شي 6 أيام تقريبا. حاليا بلشين بالحملة الثانية، يعني هي اسمها حملة الثانية للإرهاب. فهد خشاب قيادة في مجلس دير الزور العسكري، نتمنى من جميع المكونات شعبنا بدير الزور كأبناء العشائر وشيوخ العشائر بالتعاون مع قوات مجلس دير الزور العسكري لتخليصنا من المجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، الميليشيات الإيرانية، كميليشيات درع الفرات في المنطقة، لتأمين منطقتنا من الإجرام. احنا بالنسبة لنا كأبناء دير الزور، كمجلس دير الزور العسكري، احنا أبناء المنطقة، التعويل على قواتنا انه احنا كنا ابناء المنطقه، والقتل الاجرام اللي يصير بالمنطقه مع رفاقنا هم كمجلس دير الزور العسكري، صارت اكثر من 200 او 300 حاله قتل من تنظيم داعش في المنطقه. ابو جبر قائد مجلس قيادي في مجلس دير الزور العسكري، طبعا نوجه رساله الى الذين تقرر بهم في الفكر الداعشي، هذا الفكر الدخيل الى الشعب السوري. طبعا سوريا معروفه على مر التاريخ هي ليس ارض خصبه للارهاب ولا للافكار الدخيله، هذه الافكار هي اجنده لاجهزه استخبارات خارجيه. نوجه رسالتنا للذين تقرر بهم بان يعودوا الى المجتمع، وان يعودوا ان يخرطوا بين المجتمع وبين اهلهم، وان يعودوا الى بيوتهم وعشائرهم، حالهم كحال ابناء سوريا. فسوريا ليس أرض خصبة للإرهاب، هذا الإرهاب سيزول، هذا عاجلا أم آجلا سيزول بفضل أبناء الشعب السوري والتكاتف مع القوات العسكرية، سيزول عاجلا أم آجلا. فلذلك ندعوهم أن يعودوا ويرجعوا إلى أهلهم، أن يتركوا هذه الأفكار الدخيلة. فأبواب القوات العسكرية مفتوحة لهم، وأبواب أهلهم مفتوحة لهم، فنحن موجودين حتى نستوعبهم ونزيل هذه الأفكار الدخيلة عن رؤوسهم وعن عقولهم. Вот.